السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مجموعة بقى من الفيديوز اللي إن شاء الله هنحاول فيها كده نساعد بعض في موضوع التحضير لامتحانات الـ MRCP بإذن الله تعالى. أوكي طيب، هنشتغل إزاي؟ هبدأ الأول أقرأ سؤال أو اتنين، وبعدين نبدأ نشرح الموضوع. في النص هيجي سؤال تاني أو اتنين، وبعد ما نخلص خالص هيبدأ مجموعة من الأسئلة. هيبقى مع حضراتكم الهاند اوت، فتقدر تقرا الاول السؤال وبعدين تشوف هتعرفه ولا ايه، وبعدين تشوف شرح الموضوع، وبعدين بعد ما يخلص توقف الفيديو تشوف الاسئله اللي معاك بقى في الهاند اوت، اللي هي يعني الاسئله اللي هتلاقيها في الكويشن بانكس بتغطي الموضوع ده، وتشوف قادر ان انت تجاوبها ان شاء الله كوركتلي ولا لا، وبعدين ترجع تاني تشوف في الفيديو احنا هنجاوب ازاي. فتعالى على طول نبدا كده ونشوف. فبيقول ان احنا عندنا You are called to say، طلبوك عشان تشوف حد عنده 34 سنة in the late afternoon. خلي بالك عشان في كلام كتير بيبقى في النص كده مهم، احنا برضو دلوقتي هنبدأ نعرف قد ايه الـ MRCP بالنسبة لك مفيدة. مفيدة انك تبدأ تفكر بشكل كويس، تبدأ تاخد بالك من داتا ما كنتش بتاخد بالك منها قبل كده. القصة مش بس دراسة نظرية، ده في situations applicable جدا في حياتك العملية وانت شغال، زي ما هتشوف بقى دلوقتي معانا في الفيديو ده القصير المفيد باذن الله. فبقول لك انت في ليت افتر نون، وخلي بالك ان الكلمه دي مهمه، دي مهمه يعني. وقالوا لك ان احنا كان عندنا مريض عنده 34 سنه، هو تايب 1 دايابيتس، وكان داخل عندنا المستشفى بعد ما اتشخص بدي كي اي، بدايابيتك كيتو اسيدوز. هو في واحنا عندنا بنعالجه للدي كي اي، يعني كان بياخد انسولين انفيوجن وبوتاسيوم وفلويدز في المعتاد في البيت قبل ما يدخل في الدي كي اي. He usually takes بياخد لانتوسجلارجين اللي هو ده لونج اكتنج انسولين، ونوفو رابيد قبل لوجابيد. فهو بياخد بيزل بولوس، يعني ده الاساس بتاعه قبل ما يخش في الدي كي. بياخد بيزل اللي هو لانتوس، مش كده، وبياخد بولوسز ايه بقى، نوفو رابيد. وهو في المستشفى كان ماشي على فيكسد ريت انسولين انفيوجن. ايه حكايه فيكسد ريت دي؟ هكلمك عليها بعد شويه. هو في البيت بياخد لانتوس نوفو رابيد. التمريض ما ادالوش لا لانتوس ولا نوفو رابيد من ساعه ما دخل عندنا، لانه ماشي على انسولين انفيوجن. ارجو بقى ان كل الاطباء الزملاء الاصغر اللي شغالين في الكريتيكال كير او اللي عدوا على الكريتيكال كير يقف يسال نفس السؤال ده. هو انا لو جالي مريض دلوقتي دي كي اي وبياخد علاج انسولين في البيت، وات ايفر هو ايه، هو ده بيقف خالص لما بمشي على الانسولين انفيوجن، ولا ممكن اكمل منه حاجه، ولا اوقف ايه، ولا اكمل ايه، ولما ارجع ازاي؟ تيبيكال ام ار سي بي كويشن، حاجات هتنور مخك كتير جدا جدا. المهم هو دلوقتي بقى احسن، عملنا له اي بي جي فلقينا البي اتش 7 37، تمام كويس. لقينا الباي كارب 26، اوكي. لقينا الجلوكوز 5.2. في الام ار سي بي هيجي الحاجات بالملي مول، يعني في كتير تحاليل احنا متعودين عليها بملي جرام بير ديسي ليتر، هتبص تلاقي بالملي مول زي حكايه الجلوكوز 5، دايما هنا هنضرب فيه 18. شويه شويه انت تبدا تتعود بقى على الحكايه يعني، وتلاقي نفسك اصلا بتشفت على الملي مول لوحدك يعني. ده تقريبا هيطلع يعني سكره تقريبا 93 94. احنا دلوقتي مفيش اسيدوزس، باي كارب كويس، سكره نزل لحد كمان 93. وات از ذا بيست، لاحظ بقى السؤال، بيست كورس اوف اكشن. تعالى نقرا. قال لك هتوقف انسولين انفيوجن دلوقتي وتبدا انسولين ريجيمين عادي، رجعه تاني يعني بيزل بولوس، هتدي نوفو رابيد وبعدين توقف الانسولين انفيوجن على الوجبه الجايه، هتكمل الانسولين انفيوجن اوفر نايت والصبح لا ربنا، هتدي له 10 جرام اورال جلوكوز يعني حاجه بره خالص يعني، هتدي لانتس وبعدين هتوقف الانسولين انفيوجن على النكست ميل. ايه ده بقى؟ فكر شويه كده هنعمل ايه؟ وفكر كمان بامانه اكتر لو انت بتشتغل في كريتيكال كير او بتشتغل في ايمرجنسي ميديسن، هو الحالات دي انت بتتصرف معاها ازاي؟ هتلاقي نفسك بتتصرف مع الموضوع بالبركه تماما. الفكره كلها مره ثانيه، انت تاني هو دلوقتي خلاص احنا تمام، يعني دي كي اي ريزولفت، وهنعرف بعد شويه ازاي دي كي اي نقول عليها ريزولفت وكذا يعني. هو دلوقتي الدي كي اي ريزولفت كويس، تمام حلو خالص. احنا بقى دلوقتي نعمل ايه؟ هو على انسولين انفيوجن، واحنا كنا مبطلين، وده غلط، ده غلط زي ما هنعرف بقى شويه، كنا مبطلين. هو كان بياخد لانتوس ونوفو رابيد في البيت، احنا بطلنا ده من ساعه ما التمريض عمل كده، انت مش تعمل كده من ساعه ما دخل.
طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ يا ترى هنوقف الانسولين انفيوجن بقى خلاص ما دام اتحسننا، وبعدين اوكي هنبدا بقى نشتغل بيزا بولس من تاني ما خلاص اتحسننا، ولا هندي جرعه نوفو رابيد وبعدين على الوجبه الجايه نوقف الانسولين انفيوجن، او هندي جرعه لانتوس وعلى الوجبه الجايه نوقف الانسولين انفيوجن، ولا هنكمل الانفيوجن اوفر نايت والصبح نشوف الحكايه. وطبعا حكايه مش هندي جلوكوز ده خلاص. طيب عندي فكره اساسيه بقى، الفكره الرئيسيه المهمه جدا البيزك جدا، ان عيان تايب 1 دايابيتس خصوصا لو كان البيشنت دخل في دي كي ايه، يا ريت بلاش انسولين يقف خالص، يعني بلاش يبقى في فترات مش كفرد ويز انسولين. فحكايه ان انا ايه بقى اوقف انسولين دلوقتي وابقى ابدا بعلاجه على الوجبات الجايه دي مش هتنفع، انا لازم ابقى كفرد. طيب حكايه ان انا اقول بس ازاي انت بتفكر نكمل الانسولين انفيوجن اوفر نايت، انا مش محتاجه كوني خلاص لا بقيت اسيدوتيك بايكارب كويس والجلوكوز كمان بتاعه وصل لحد 100. يفضل بقى حكايه ايه؟ ان انا طيب ادي جرعه انسولين اوكي وعلى الوجبه الجايه ابدا ابطل مين؟ الانسولين انفيوجن. تمام حلو جدا. هندي مين بقى القاعده؟ انه ونتعلم هنا بقى حاجتين، لو العيان ماشي على لونج اكتنج انسولين ودخل في دي كي ايه بنكمل اللونج اكتنج انسولين، اصلا ما بنوقفوش، بنوقف الشورت اكتنج والرابيد اكتنج لكن بنكمل اللونج اكتنج اصلا ما بنوقفش مين بتاعه. فبالتالي هيبقى اختيارك انك هتدي اللانتوس اللي كان المفروض تعطي اصلا من الاول وبعدين وقف الانسولين انفيوجن على الوجبه الجايه، دي الاجابه الصح بتاعتنا. كويس تمام؟ كويس جدا جدا جدا. تعالى نبدا اصلا بقى الموضوع من اول. اوكي نقرا السؤال كمان بس هنبدا من اول الورق اللي مع حضراتكم او الهاند اوت، هتلاقي سؤال في الاول خالص، تعالى نقراه مع بعض سريعا ونبدا نعلم كده على شويه حاجات. اوكي كل ده هيتشرح سريعا جدا دلوقتي ما تقلقش يعني. اوكي تمام. 72 سنه في ميل، 72 سنه في ميل اوكي، وركز في كل التفاصيل، ركز في 72 وركز في انها بقى لها 5 ايام جايه بجنرال ديكلاين. اوكي ادي واحده جنرال ديكلاين بعد ريسنت يورينري تراكت انفكشن. كويس ادي انفكشن حلو خالص، بتتعالج باورال انتيبيوتيك جي بي، هي 72 سنه بقى لها 5 ايام صحتها عماله ديكلاين بعد ما كان عندها يورينري تراكت انفكشن والجي بي ادالها انتيبيوتيك. هي معروفه ان عندها تايب 2 دايابيتس، اتشخصت بتايب 2 دايابيتس من 28 سنه وبقى لها 6 سنين بتاخد انسولين. نورمالي بتاخد لانتوس 46 واحده بالليل ونوفو رابيد قبل الوجبات، بيزل بولوس زي ما كنت بقول من شويه 23 واحده قبل كل وجبه. لما جيت فحصتها لقيتها نوت اورينتد تو تايم اور بليس، يعني شويه الديستربت 14 على 15 بلاسكو كوما سكيل، ادي حاجه ثانيه. مفيش فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت، شيست وكارديو فاسكولار اسكالتيشن كان تمام. لقيت سوبر بيوبيك تندرنس اون دي بالبيشن ماشي مع السيستايتس. الابدومين بقى لا غير كده سوفت ونون تندر. باول ساوند از بريزنت. ابيرز اكستريملي ديهايدريتد، ادي حاجه كمان. ميوكاس ممبرينز ار دراي. بريفريز ار كول. كابيلري ريفيل تايم 4 ثواني. جاجولار فينس بريشر بلس 1. ابو كل ده وصف كونها اصلا ديهايدريتد. تيست البلاد جلوكوز طلع 31 مللي مول، زي ما كنا لسه بنتكلم بقى انك هتضرب تقريبا في هتضرب في 18 فيطلع ده رقم اراوند 550 او حاجه او 558. وبعدين عمل بقى فينس بلاد جازز كانت بي اتش 7.2، ركز في الرقم حلو قوي. لاكتيت 2 لاكتيت مش عالي، يعني مش عايز ده لاكتيك اسيدوزس هيفرق معايا لان لو انت بتتكلم على او تي اي فانت عايز تفكر انها سيبسز فكذا. كيتونز 5 ده رقم مرتفع فاحنا بنتكلم على اسيدوزس كيتونز مرتفعه. وعملوا تحليل يورين ولسه مستنيين النتائج. في رايك حد عنده جنرال ديكلاين بعد انفكشن هو اصلا انسولين ديبندنت ديستربد ديهايدريتد هايبر جليسيميا، دي الايتيمز اللي هنطلعها يعني، اسيدوتيك كيتونيميا، لما نحط الحاجات دي اللي احنا طلعناها مع بعض يطلع ايه؟ تعال نقرا الاختيارات. هل ممكن يكون هايبر جليسيميك هايبر كيتوتيك ستيت؟ هنشوف ايه الحكايه. ولا هايبر جلاسيميا سكندري تو بور ميديكال كومبلاينس ديورنج ريسنت ميديكال ايلنس؟ ولا جاست يورو سيبسس شفنا اللاكتيت بسبب ان ادكوتلي تريتد يو تي اي؟ ولا دي كي اي ولا دي هايدريشن سكندري تو بور اورال انتيك اللي ممكن يحصل عادي في حد عنده 72 سنه ودايابيتك وفي انفكشن؟ لاحظ ان كله ريزونبل ولاحظ ان احنا هنختار الاجابه دي كي اي. ليه هنقول دي كي اي؟ لان احنا عندنا كرايتيريا نشخص بيها دي كي اي.
ابتداء من كون انه شخص دايابيتس وعنده سيفير انسولين ديفيشنسي، بي اتش ليه رقم معين، جلوكوز ليه رقم معين، كيتونز ليها رقم معين. لما نحقق الكريتيريا دي هنشخص دي كي ايه وهنستبعد الحاجات الباقيه، ولو الكريتيريا دي مش موجوده مش هنقول دي كي ايه. سريعا جدا بقى تعالى نتكلم على الدي كي ايه ونقط مهمه جدا، ويا رب ان شاء الله يبقى الكلام بالنسبه لكم مفيد. دي كي ايه دايابيتيك كيتو اسيدوزس، عشان تحصل تعالى نتكلم على حاجه صغيره كده على جنب وبعدين نرجع للكلام مره ثانيه. احنا عندنا بريسيبيتيتنج فاكتور، والبريسيبيتيتنج فاكتور ده يمثل الاتي: واحد، ركز بقى في اللي جايه دي، سيفير انسولين ديفيشنسي، نقص كبير جدا 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 في الانسولين، اند اور زياده او سيتويشن ادى الى زياده في الانتي انسولينز زي جلوكاجون، واحتاج الحكايه دي بعد شويه. فانا عندي فاكتور ما، اوكي، فاكتور ده ساهم في سيفير انسولين ديفيشنسي من ناحيه، اند اور زياده في الكاونتر ريجوليتوري يبقى هرمون. النتيجه ان انا عندي ارتفاع كبير في البلد جلوكوز في الدم والتيشوز مش عارفه تستخدمه. اوكي تعالى كمل معايا كده، اوكي نصور بس البوينت ده سنه. اوكي النتيجه تعالى نشوف، اوكي ده كده الانترافاسكولار سبيس خلينا نقول يعني. فالنتيجه انه بلد جلوكوز اهو ارتفع بشكل كبير جدا، لانه اوكي الخلايا دي اهي مش عارفه تستخدم، الخلايا مش عارفه تستخدم الجلوكوز ده كمصدر لانتاج الطاقه بسبب السيتويشن اللي فوق ده. نبدا ندور على مصدر تاني لانتاج الطاقه، فنبدا نكسر في الدهون. ركز بقى معايا، كلمه مهمه جدا، لايبوليسيس. هنبدا نكسر في الدهون ونعمل موبيلايزيشن اوف فري فاتي اسيدز، اوكي، اللي في الاخر هتتحول الى كيتون بودز اللي ليها اسيدوتيك فيتشرز، فبقى عندي اسيدوز. كويس، مره ثانيه عندي بريسيبيتيتنج فاكتور يمثل الامبالانس ما بين السيفير انسولين ديفيشنسي، وريت خلي بالك من كلمه سيفير انسولين ديفيشنسي دي، اوكي، وزياده في الكاونتر ريجوليتوري هرمون. النتيجه عندي زياده في البلاد جلوكوز، الخلايا مش قادره تستخدمه لانتاج الطاقه، وهنشوف سبسيكونتلي ده هينتج عنه ايه دلوقتي حالا. نبدا ندور على مصدر بديل لانتاج الطاقه، فنعمل نكسر في الدهون، موبيلايزيشن اوف فري فاتي اسيدز اللي هتبقى كونفرتد في الاخر الى كيتون بوديز اللي هي اسيدك، فيبقى عندنا ستيت اوف اسيدوزس. هرجع للدياجرام ده مره ثانيه. الفكره كلها في حكايه ايه اللي انا عايز اقولها دلوقتي، حكايه سيفير انسولين ديفيشنسي اللي انا جبت سيرتها دلوقتي. ففي القصه في الاغلب كومبليكيشن اوف بيشنت ويز تايب 1 دايابيتس ميليتس، انت عايز باك جراوند سيفير انسولين ديفيشنسي. مش بس كده، ده في كتير من الحالات، مش كتير قوي يعني، كتير من الاسئله هيجي لك ان هو الفيرست برزنتيشن. الحقيقه ان الانسيدنس بتاع الفيرست برزنتيشن ده ما بين الريسورسز وبعضها هتلاقيه مختلف، يعني هتلاقي فيه ريسورسز، يعني اخر حاجه باس ميديسن 2021 بنتكلم على 6%، في ريسورسز قبل كده بتتكلم على 15 ل 20%، في كمان زمان كنا بنقرا 25%، يعني 25% من حالات الدي كي اي فيرست برزنتيشن بتاعها اسف تايب 1 دايابيتس هيبقى فيرست برزنتيشن لايه؟ لدي كي اي. كويس تمام؟ لكن الحقيقه ان احنا اخر يعني كلام احنا بنتكلم اراوند 6% اوف ايه؟ اوف كيسز. القصه ان احنا بنتكلم على كومبليكيشن مينلي او يوجوالي نشوفها مع حالات تايب 1، ممكن نشوفها مع حالات تايب 2 زي الكيس سيناريو اللي هو فوق، نشوفها مع حالات تايب 2 لما يبقى انسولين ديبندنت، لما يبقى فيه سيفير انسولين ديفيشنسي او الستريسفول سيتويشن اللي دخله في دي كي ايه قوي، ولكن ده رير. يبقى تاني احنا هنفكر في دي كي ايه مع حالات تايب 1 دايابيتس، ومع حالات تايب 2 الانسولين ديبندنت او الستريسفول سيتويشن يبقى ايه بتاعه قوي شويه. حالات ليها مورتاليتي، ستيل المورتاليتي على اخر 20 سنه قلت بشكل كبير جدا، لانه في ساوند نولج، في معرفه كويسه جدا عن الدي كي ايه وتشخيصه وعلاجه ما بين الاطباء. المورتاليتي قلت ما بين 8% الى 1% في اخر 20 سنه. الحقيقه انه الستيل مشكله كبيره جدا 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 هو الهايبر جلاسيميك هايبر اوزولار نون كيتوتيك ستيت اللي هنتكلم عليه
بعد شويه. ستيل دي كي ايه مورتاليتي بتقل لان معلوماتنا عنه بتتحسن كتير. ايه اللي حصل؟ حصل ان دخل بريسبتيتنج فاكتور سبب امبالانس ما بين او حاجتين مع بعض او حاجه مكان حاجه، هو ان في سيفير انسولين ديفيشنسي مع زياده في الكاونتر ريجوليتوري هرمون ام او. طيب تعالى نفكر زي ايه سيفير انسولين ديفيشنسي. واحد ده فيرست بريزنتيشن بتاعه نيولو دايجنوز دايابيتس 6% بقى 10% 20% او 25% من الحالات، او حد موصوف بالانسولين وبياخد بمزاجه نون ادرنت او مفيش كومبلاينس، او غيرنا جرعات الانسولين بشكل ما كانش مناسب شويه. تختلف النسب بقى، خلينا نقول 10 15 25% من الحالات، يعني 10% من الحالات تبقى نيولو دايجنوز، 15 عدلنا الجرعات، انا ماشي من تحت لفوق كده، عدلنا الجرعات بشكل ما كانش مناسب قوي، 25% من الحالات اللي هتشوفها تايب 1 ويز دي كي اي هيبقى حد موصوف للانسولين وهو مش كومبلاينت على التريتمنت بتاعه كويس. قصاد ده ممكن يبقى فيه زياده، ولازم تدور على بريسبيتيتنج فاكتور، لانك عشان تمبروف الجنرال كونديشن محتاج انك تصلح البريسبيتيتنج فاكتور ده. اوكي تمام جدا جدا جدا. ايه السيتويشن بتاع زياده الكاونتر ريجوليتوري هرمون؟ ستريسفول سيتويشن، تيشو دامج، دراجز. نفكر في ثلاثه ستريسفول سيتويشن، سواء الستريس ده كان فيسيولوجيكال زي اكسرسايز زي بريجننسي زي ليبر زي لاكتيشن، او كان ستريسفول باثولوجيكال زي انفكشن تيرن تروما سيرجري. ويا ريت نعلم علامه كبيره جدا على انفكشن، لان احنا عندنا المعلومه بتقول ان انفكشنز ار ذا موست كومن بريسبيتيتنج فاكتور، وده سؤال مهم جدا بيجي في الام سي كيو. 30 ل 40% من الحالات هتبقى بيست على انفكشن. مره ثانيه قلنا هتفكر في ستريسفول سيتويشن اذر فيسيولوجيكال او باثولوجيكال زي بيرن سيرجري تروما انفكشنز مهمه جدا، او تيشو دامج مهم جدا جدا جدا، سيبسز شوك مهم جدا، ستروك بص اللي جايه دي مايوكاردال انفاركشن. عشان كده مهم جدا ان حالات الدي كي اي اللي هتخش لنا المستشفى نعمل لها اي سي جي ونعمل شيست اكس ري. حكايه مايوكاردال انفاركشن دي مش نسبه كبيره قوي يعني، هي بس متعظمه في ذهنك شويه عشان الاسئله، لكن الحقيقه ان اقل من 1% من الحالات هيبقى بسبب مايوكاردال انفاركشن. لكن دايما تعمل اس جي، دور على ستروك، دور على سبب لتيشو دامج موجود. لو العيان دور على فانجل ميكور مايكوزس يعني موجوده دي، خصوصا بعد حالات كوفيد وحكايه الاسترويدز الكتيره، او ادويه. ايه الادويه اللي تيبيكالي ممكن تبقى انفولفد في انها اصلا تنديوس دايبيتس او تدخل العيان في دي كي ايه؟ طبعا على راس القائمه احنا بنفكر في ستيرويدز. في حاجات ثانيه، في سيمباسوميميتكس، يعني انا عندي سترويدز سيمباسوميميتكس، سايازايدز، سامحنا بقى يعني احنا متعودين في مصر على الحفظ بالحروف، او يعني الناس متعوده اكتر، فاحنا عندنا سترويدز سيمباسوميميتكس سايازايدز، واللي جه قبل كده في الامتحانات الاتيبيكال انتي سايكوتكس مهم جدا زي البلانزابين، مهم جدا جدا. مش مهم بس انه جه قبل كده في الامتحانات، لكن مهم عشان خاطر انه هتلاقي ناس كبار في السن كان تايب 2 دايابيتس وبعدين بدا يبقى انسولين ديبندنت، كان ديمنشيا او كان وات ايفر، هتشوف الكلام ده في طب المسنين بيتوصف كتير الاولانزابين، ويروح داخل في دي كي ايه بسبب الدواء ده. كيس سيناريو مهم جدا جدا جدا. تعال نشوف الفيشرز ونرجع تاني للدايجرام بتاعنا، او تعال نشوف السيكول بتاع اللي حصل بتاع الامبالانس ده، او انا عندي سيفير انسولين ديفيشنسي زي ان هو نيولي دايجنوزد او مش بياخد علاجه او حددنا في الجرعات، او زياده بلس او ماينس في الكاونتر ريجوليتوري هرمونز، سواء كان الكلام ده بقى ستريسفول سيتويشن او كان اهو تيشو دامج زي الام اي، او كان بيزد على تريتمنت او دراكس. النتيجه الجلوكوز زياده، الخلايا مش عارفه تستخدمه، فخلي بالك ده يكونتريبيوت تو ماركت فاتيجابيلتي اند ويكنس، الناس تيجي تعبانه وهمدانه وكذا، ان الخلايا مفيش اناف فويل. اوكي طب جلوكوز، الجلوكوز ده اللي زاد ليه اوزموتيك اكتيفيتي يكسيد رينال ثريشولد فور ري ابتيك اوف جلوكوز كده، ويروح واخد بعضه ونازل في اليورين ساحب معاه ميه والكترولايتس، بقى عندي جلوكوز في اليورين. مش بس كده، الكيتونز على فكره كمان بتنزل في اليورين. جلوكوز نزل في اليورين ساحب معاه ميه كتيره جدا، فممكن يسبب لي او هيجي البيشنت
عنده features of dehydration. ركز بقى معايا عشان هيبدأ الكلام يبقى مهم جدا جدا جدا. dehydration وهيبقى عندي مشكلة في الالكترولايتس اللي هستسمحك ان احنا نتناقش فيها بعد دقيقة. طيب زيادة الكيتونز هتبدأ بقى او الاسيدوتيك ستيت. اوكي نبدأ نشوف تغيرات كالاتي. اوكي سوري نبدأ نشوف تأثير ده. respiratory تعال نرسم كده حاجات صغيرة كده اهو. اوكي respiratory في شكل الآتي. واحد ان احنا نشم اسيتون سميل ستون بريثنج وكمان الاسيدوتيك بريثنج. بقى عندي حاجتين اهم اسيتون ان بريث ريحه مميزه جدا وكل اللي اشتغل يعني في حتى وانت في امتياز هتلاقيك قابلتها. والاسيدوتيك بريثنج الاير هامبر او كوزن بريثنج اللي احنا ان شاء الله لما نتكلم اكتر واكتر على الاسيد بيز هنشوف ان شاء الله. كيتونز دي تروح تترسب كمان في الجي اي تي سبيشالي في المعده. فنلاقي البيشنت بيشتكي من ابدومينال بين. اوكي مهم جدا ابدومينال بين فوميتنج ممكن كمان هيماتيميسيس. اوكي مره ثانيه جلوكوز بيزيد جدا يقع في اليورين واخد معاه ميه وكمان الكترولايتس يبقى في فلويد اند الكترولايت امبالانس. في زياده في الكيتون بودز في الدم اسيدوتيك بريثنج يترسب في المعده يبقى فيه كمان ابدومينال بين نوزيا فوميتنج ومي بي هيماتيميسيس. dehydration راجع معايا تاني بقى dehydration electrolyte imbalance اللي هرجع له دلوقتي حالا acetone press acidotic breathing abdominal pain nausea and vomiting وعيان عنده marked fatigability. كونه dehydrated بقى عند العيان عنده polyuria عنده polydipsia عنده dry mucous membrane inelastic skin وبيجي في حكاية orthostatic changes يعني يجي حكاية ان هو يبقى نايم ليه ضغط وبعدين يجي يقف يروح الضغط واقع باكتر من 20 السيستوليك. عندي كومنت بقى سريع على حكايه بقى صوديوم اند بوتاسيوم. الحقيقه الكلام المهم على موضوع البوتاسيوم ده والصوديوم هرجع له دلوقتي حالا. البوتاسيوم طبعا مينلي انتراسيلولر هنقف في النفرولوجي على الحكايه دي كتير جدا وانه عندي ثلاثه فاكتورز كبار بيكونتريبيوت لحكايه ايه بقى؟ لحكايه دخول وخروج البوتاسيوم. واحد الانسولين. اثنين ان احنا نشغل صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. رقم ثلاثه الاسيد بيز ستيت. مره ثانيه بوتاسيوم ميلي انتراسيلولر. كويس كده بيتحكم في حكايه الشيفت بتاعته انتراسيلولر تو اكستراسيلولر. مين بقى؟ ثلاثه كبار مهمين امونج اذرز يعني بس ثلاثه كبار مهمين انسولين ان احنا نشغل صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز والاسيد بيز ستيت. زي ما انت فكرت بقى دلوقتي انا عندي اثنين من الثلاثه دول معايا في المشكله او انرولد في المشكله اللي احنا فيها. ايه الاثنين بقى؟ انا عندي انسولين ديفيشنسي عندي انسولين ناقص قوي وعندي اسيدوزس عندي هيدروجين ايونز كتيره جدا جدا بره. كويس كويس هو مش كويس خالص بس هبدا افهم حاجه. ايه بقى المشكله دلوقتي؟ عندي مشكله اني مش عارف ادخل بوتاسيوم لان في انسولين ديفيشنسي في نفس الوقت الخلايا دي بتساعد في البافرنج بانها عماله تاخد هيدروجين ايونز اهي تحاول تبافر الستوف اسيدوز وترمي يعني هي تاخد حاجه بوزيتيف بروتين وترمي حاجه بوزيتيف. هترمي مين بقى؟ هترمي اخونا ده هترمي البوتاسيوم. النتيجه ايه بقى؟ النتيجه انك لما تيجي تاخد عينه وتقيس اوكي يطلع البوتاسيوم ده نورمال ايفن زياده في حين ان التوتال بودي بوتاسيوم از ديبليتد. خدت بالك؟ تاني بقى هتقيس البوتاسيوم ده يطلع ايذر نورمال اور ايفن زياده في حين ان التوتال ديبليتد لانه وقع في اليورين. اوكي لانك عمال تعمل ترانسيلر شيفت من جوه لبره وتاخد ده ويقع مع الجلوكوز في اليورين. فانت بتقيس اللي في الدم في اللحظه دي ده بس وبعدين التوتال ممكن لو عندي طريقه لقياس التوتال هيطلع قليل. ده مهم جدا نادرا يبقى هايبر كاليميا لاسباب هنتكلم عليها في الجزء الثاني من الفيديو ده ان شاء الله. كويس تمام فخلي بالك وخلي بالك كمان انك هتدي انسولين وانك هتصلح الاسيدوزس
اللي هيغير البوتاسيوم بشكل ممكن يبقى خطير جدا، ممكن يدور العيان وممكن تبقى انت السبب في موضوع ان العيان يكومبليكيت انك تصلح بشكل انت مش عارف الجايد لاينز بتقول ايه، مش واخد بالك قوي الدنيا ماشيه ازاي، فتبدا تعق شويه. طيب الصوديوم، الحقيقه ان الصوديوم بيبقى في عندي سيتويشن اسمه فولس او سودو هايبوناتريميا. اوكي، سودو هايبوناتريميا. ايه حكايه سودو هايبوناتريميا دي بقى؟ القصه كلها ان انا عندي هاي اوزمولاريتي، انا عندي الاوزمولاريتي او الاوزمولاريتي متوقفه على ثلاث عوامل كبار، صوديوم جلوكوز يوريا، وهنتفق ان احنا ما نلعبش فيهم بشكل سريع. اوكي، طيب انا عندي هاي اوزمولاريتي. اوكي تمام، فالنتيجه ان فلويد بيشفت من انترا سيلولار لاكسترا فاسكولار فوليوم. تعال نبص كده، ادي الخلايا، ادي خلايا، يلا بينا كده، وادي انترا فاسكولار فوليوم اهو، ده كده انترا فاسكولار كويس تمام. طيب عندي ايه؟ عندي جلوكوز اهو، جلوكوز، جلوكوز كتير جدا جدا جدا، الجلوكوز ده اوف هاي اوزمولاريتي، فيحصل ايه؟ يحصل انه الفلويد يشفت من انترا فاسكولار، من انترا سيلولار للانترا فاسكولار، خلي بالك وبيقع برضه من الكدني. اوكي، بس الفلويد بيشفت من انترا سيلولار الى انترا فاسكولار، وده كلام مهم جدا ويخليك حتى تفهم حكايه انك ما تصلحش بسرعه عشان ما يحصلش السريبرال اديما، ما تعكسش القصه، لانك لو صلحت بسرعه هتعكس القصه ويبدا الفلويد يشفت انترا سيلولار والبرين سيلز تسوالو ويبقى فيه سريبرال اديما. كويس تمام، كويس. ايه اللي بيحصل بقى عندي هنا؟ عندي صوديوم اهو. اوكي، صوديوم عمال ترمى عليه فلويد او فوليوم او ووتر يعني، من ودايما احنا نتفق لما ناخد ان شاء الله صوديوم ديس اوردر ان صوديوم ديس اوردر دايما تفكر فيها كستيت اوف ووتر امبالانس. اوكي تمام، فيحصل اللي هنقدر كنا بنسميه زمان دايليوشن هايبوناتريميا، دايليوشن. وخلي بالك عشان انا هتكلم على العلاقه المهمه جدا ما بين الصوديوم والبلاد جلوكوز دي جدا حتى في الكوركشن، وهتيجي طبعا سيره السنترال بونتاين مايلينوزس اللي انت اكيد سمعت عليها قدام. فيقولوا لنا بقى ان ايه بقى؟ ان كل ارتفاع في البلاد جلوكوز ب 180 تقريبا، اوكي، يساوي قدامه في المعمل نقص في قياس الصوديوم بثلاثه. فانت هتقيس الصوديوم اوكي كده وتلاقي الصوديوم قليل شويه، مش معنى كده انك محتاج تكوركت هايبرتونيك سلاين، بس ده اللي احنا عايزين ان احنا نقوله، يعني انك قياس الصوديوم ممكن يبقى فيه سودو هايبوناتريميا، والسودو هايبوناتريميا دي كمان بتيجي كتير مش قوي بصراحه في الكويشن بانكس. تمام، ادي يا سيدي القصه كلها اللي احنا عايزينك تاخد بالك منها، من اول بريسبيتيتنج فاكتور والهايبوليسيز، الهايبرجلايسيميا، الهاي اوزمولاريتي، الفاتيجابيلتي، الديهايدريشن. ارسم الدياجرام ده عندك او خد ده سكرين شوت وخليه معاك، هتلاقي قصه بسيطه خالص. الاسيتون بريس، الاسيتاتيك بريسنج، الابيجاستريك بين، الفوميتنج اللي ممكن كمان يبقى فيه هيماتيمسيس، وكمان مشكله الصوديوم والبوتاسيوم. العيانين دول ممكن يجوا ديستربد، ممكن يجوا ديستربد بسبب الديهايدريشن، الالكترولايت امبالانس، بسبب كمان الكوز زي ستروك او سي ان اس انفكشن اند سو اون. ادي كده اتكلمنا على بريسبيتيتنج فاكتورز، اتكلمنا كمان على الفيتشرز بيت ديهايدريشن. طيب امتى نقول بقى ان ده دي كي ايه؟ زي ما بدانا في السؤال، عندي دايجنوستيك كريتيريا امريكان وبريتش، الامريكان دايابيتيك اسوشيشن والجوينت بريتش دايابيتيك سوسايتس. اوكي تمام، كويس. فعندي امريكان وبريتش، الكي بوينتس بتاعت القصه كبيره، ولما تقعد تقرا على الاثنين على الويب سايتس بتاعتهم. تمام، تعال نشوف الكي بوينتس بتاعتنا. الحقيقه تعال نبدا بالبريتش كده، لان انا عندي اربعه فاكتورز متفقين ما بينهم، يعني هم انا عندي اربعه كي بوينتس في البريتش قصادهم في خمسه امريكان، يعني الفرق في حاجه صغيره، يعني الفرق حاجه صغيره خالص يعني، وقياسات. طيب فانا عندي اربعه، لما اجي ابص على دايابيتيك كيتو اسيدوزس فانا بتكلم على سكر عالي، على بي اتش قليل، باي كارب قليل، وكيتونز، من سكر عالي، بي اتش قليل، باي كارب قليل، وكيتونز. فبيقولوا هنا البريتش يعني اللي هم واخدين الارقام الاقل، فالبريتش اربعه مش خمسه، يعني اربع نقط مش خمسه، اربع نقط اقل، وحتى الارقام اللي واخدينها في الجايد لاينز بتاعتهم او في الكي بوينتس فور ايدنتيفيكيشن اقل شويه. فالجلوكوز اكتر من 11، اكتر من 11 ده اللي هو يعني اكتر تقريبا من 198، او ان نون حتى دايابيتك، يعني مش حاطط رقم اقول عليه دايابيتس، ان ممكن يبقى 200 واقول عليه دايابيتس. ده مهم جدا حتى للشباب الصغير، لان احنا زمان يعني حتى كان في سؤال الواحد بيقعد يساله نفسه اللي هو ايه، هو سكر اكتر من كام يبقى ديكي ايه؟
الحقيقه ان البريتش بيقولوا لنا ممكن اكتر من 200 يبقى دي كي اي عادي يعني. او جاست ان نون اصلا دايابيتك. ادي واحد بي اتش اقل من 7.3، باي كارب اقل من 15، وكيتونز كيتونز يعني اكتر من 3 ملي مول او بلس بلس في اليورين يعني. مره ثانيه بي اتش اقل من 7.3، كيتونز اكتر من 3، وباي كارب اقل من 15، يبقى 11 7.3 15. ابص يا سيدي 11 15 7 3 3 اوكي 11 15 قصه بسيطه وهتمشي معاك صدقني. 15 7 3 وايه بقى وهنا 3 اوكي تمام. طيب على الناحيه الثانيه بقى الامريكان دايابيتك اسوشيشنز قالوا لنا ايه؟ قالوا جلوكوز اكتر من 13 و8، افتكروا رقم دقيق يعني اللي هو 248 اوكي تمام ماشي الحال. يبقى هنا قالوا 11، هنا قالوا 13 و8 اللي هو يعني 198 ولا 248. قالوا برضو بي اتش اقل من 7.3، وقالوا باي كارب اقل من 18، يبقى خدت بالك ان هنا خدوا الارقام الاقل، هنا باي كارب اقل من 15، هنا قالوا باي كارب اقل من 18. وكيتونز مفتوحه وضافوا بس امين جاب اكتر من 10، لان احنا عارفين ان ده هيبقى هاي امين جاب ميتابوليك اسيدوزس. امين جاب اكتر من 10 اتحط في الامريكان ومش شرط في البريتش خالص. وبعدين في ملاحظات صغيره انه في نسبه من العيانين هتلاقي الاميليز بتاعهم مرتفع من غير ما يبقى فيه فرانك بانكرياتايتس، وان ده موجود في عيانين الدي كي اي، خلي بالك عشان دي ملحوظه مهمه جدا، وان ده موجود في عيانين الدي كي اي ومش بيحتاج سبيسيفيك تريتمنت للبانكرياتايتس. الغريب انك مش الغريب المتوقع واللي هتشوفه انك وانس بتصلح الفلويد والالكترولايتس والانسولين والاسيدوزس بيرجع الاميليز تاني للنورمال. فمش معنى انه الاميليز عالي في عيان دي كي اي ان ده بالشرط يكون خلاص العيان ده بانكرياتايتس. اه دي كانت الملحوظه الثانيه. الملحوظه اللي بعد كده هي موضوع البوتاسيوم، واحنا كنا اتكلمنا عليه في حكايه انه يقع في اليورين وحكايه انه يبقى شيفت مش عارف ان هو يدخل بسبب نقص الانسولين وبيترمي بره in the face of a of the acid. طيب حلو خالص، مين بقى عيان دي كي اي نقدر نقول عليه ده سيفير دي كي اي؟ This is very important. ده سيفير دي كي اي يعني اللي هو تعال نخش الاي سي يو. عندنا 9 فيتشرز سهلين جدا، سهلين جدا. 9 فيتشرز، 4 بوتاسيوم و4 يعني 4 وبوتاسيوم و4. فكر ما فيش اي صدمات، الموضوع بسيط خالص يعني. تعال نشوف اول 4 بي اتش كيتونز باي كارب امام جاب، هم بتوع كريتيريا كويس تمام. بي اتش اقل من 7، نقدر نركز في الرقم ده مهم جدا. بي اتش اقل من 7، باي كارب اقل من 5، انايم جاب اكتر من 16. ليك انت كدكتور بتشتغل بي اتش اقل من 7، باي كارب اقل من 5، الاثنين مهمين وهجيب سيرتهم دلوقتي حالا تاني بعد شويه في المانجمنت، وانا بتكلم على حكايه مين ياخد باي كارب. فبي اتش اقل من 7 وباي كارب اقل من 5، انايم جاب اكتر من 16، وكيتونز اقل من اكتر من 6. حلو، ادي مجموعه 4. بوتاسيوم اقل من 3.5. اوكي this is very important، لان واحد من الكومبليكيشنز الديك ايه اللي هنشوفها بعد شويه اوكي انك تنديوس هايبوكاليميا فارذر هايبوكاليميا وانت بتصلح الاسيدوزس وبتدي انسولين، واللي ممكن يسبب اريزميز. اوكي فبوتاسيوم اقل من 3.5 لا لازم يبقى تحت انتنسيف كير. بعد كده العيان نفسه بولس تاكيكارديا او برادكارديا، بلاد بريشر سيستوليك اقل من 90، ساتوريشن اقل من 92، وجلاسكو كوما سكيل اقل من 12. بلس بلاد بريشر ساتوريشن جلاسكو كوما سكيل تاكيكارديا او برادكارديا، هايبوتنشن سيستوليك اقل من 90، ساتوريشن اقل من 92، وجلاسكو كوما سكيل اقل من 12، بوتاسيوم اقل من 3.5. عد بسرعه على الحاجات دي. مانجمنت في الاساس انا الدياجرام بتاعي كان فيه ايه؟ لو تفتكر كده انا كان عندي هنا كده حكايه نقص قوي في الانسولين مع زياده كبيره في الانتي انسولينز، النتيجه ان بقى عندي زياده كبيره في البلد جلوكوز اهو. اوكي اللي كان بقى بيقع في اليورين واخد معاه ميه باي اوزموتيك افكت، فبقى عندي ديهايدريشن. اوكي رحنا اعتمدنا على مصدر تاني للطاقه زي ايه بقى؟ لايبوليسيس. اوكي النتيجه نتج كيتونز وبقى عندي اسيدوزس. كويس عايز تعمل ايه بقى؟ عايز اصلح حاجتين، عايز اصلح ديهايدريشن وعايز اصلح اسيدوزس. ارجوك خلي بالك التارجت بتاعك في علاج عيان الديك ايه مش انك تقلل البلاد جلوكوز خالص. اوكي
ومش تقلله بسرعة. كنا لسه بنتكلم في الحكاية دي، لأنك لو قللته بسرعة هيحصل مشاكل زي الكولابس. اوكي، ما انت بتعمل ايه؟ الفلويد اصلا، بص، الانترا فاسكولار فوليوم كان عمال يقع بره في اليورين، بس كان في فلويد بيتحرك من انترا سيلولار للانترا فاسكولار. كويس كده. طيب انت دلوقتي رحت مصلح البلاد جلوكوز، فالاوزموليتي قلت بسرعه، الفلويد الانترا فاسكولار ده شيفت انترا سيلولار، النتيجه انترا فاسكولار يقل، ممكن يبقى في سيريوس ديهايدريشن وكارديو فاسكولار كولابس، والخلايا دي تصفر اللي ممكن تبقى برين ايديما. فخلي بالك، عشان كل زماننا صغيرين، واحنا صغيرين كان عندنا الكونسبت ده. كونسبت ايه بقى؟ كونسبت انه العيان جاي سكره 600، انا هبقى شاطر لما اقلل البلاد جلوكوز ده. لا، انت هتقلل البلاد جلوكوز ده بالراحه. انت التارجت بتاعك انك تكوريكت الديهايدريشن، وانك تميتابولايز الكيتون بودز توجذر ويز انك تصلح البريسبتيتنج فاكتورز، وممكن تاخد بالك من حاجات تانيه يعني تبقى اشطر واشطر لما يبقى ده هايبر فيسكوستي، مش كده؟ تمام. فيبقى العيان عنده قابليه لتكوين جلطات، فندي فينا ثرومب امبليزم بروفيلاكسس، تبقى كويس خالص، ندي بروتون بومب انهبيتورز، انتيبيوتكس اند سو اون. بس طب ديهايدريشن، هصلح الديهايدريشن ازاي؟ هصلح الديهايدريشن طبعا باي في فلويدز، وهكلمك في دقائق عن الموضوع. هتميتابولايز الكيتونز ازاي؟ انسولين. ثانيه واحده، طب ما انت بتقول انسولين اهو، انت هنا هتدي انسولين مش عشان تقلل البلاد جلوكوز اكتر منك انك هتميتابولايز مين؟ الكيتون بودز. عايز دليل كويس جدا على الحكايه دي؟ اقول لك انك هتدي انسولين حتى لما البلاد جلوكوز ينزل. فهمت القصه؟ هتفضل مستمر في انك تدي انسولين حتى لما البلاد جلوكوز ينزل، لانك الانسولين محتاجه عشان تميتابولايز الكيتون بودز. تعالى نتكلم بقى على اي في فلويدز، هدي ايه نوع الفلويد؟ وهدي كميه قد ايه على مدار قد ايه؟ تسال نفسك الاسئله دي، ايه نوع الفلويدز اللي انا هديها؟ وهدي قد ايه على مدار وقت قد ايه؟ فلويد ريبليسمنت، احنا بنريبليس غالبا الديفيسيت بتاع العيان بتاعنا بتاع الدي كي اي بيبقى 5 ل 8 لترز، فيرسس عيان الهايبر جلاسيميك هايبر اوزمولر ستيتس اللي احنا هنشوفه ان شاء الله بعد شويه. فالفلويد ديفيسيت بتاعنا بيبقى حوالي تقريبا 5 ل 8 لتر، افريج 6 لتر. بتتسال على دي؟ بتتسال على دي. الافرج بتاعنا قد ايه؟ 6 لتر. هنصلحه بايه؟ هنصلحه بايزوتونيك سلاين اللي هو محلول الملح اللي عندنا في المستشفيات اللي هو 9 من 10. الكلام ده نصلحه على مدار 48 ساعه، مش بسرعه يعني، مش هدي 6 لتر دول في الكام ساعه دول، لا. اوكي، عشان خاطر برضو في قدر من الخطا في زماننا الصغيرين، اللي هو حط السنترال لاين فلاقي السي في بي بتاعي بلس 1 فيروح يبدا يعبي فلويدز بسرعه. لا، احنا عندنا نظام ان احنا هنصلح الفلويد ديفيسيت بتاعنا ده في خلال 48 ساعه، يا ريت ما يكونش اسرع من كده عشان تتجنب احتماليه مين بقى؟ السريبرال إديما. اوكي، تمام، كويس. هنفضل مكملين على محلول الملح لحد ما البلاد جلوكوز يوصل تقريبا 250 او 270 على حسب البريتش جايد لاينز، بتقول 250. يبقى انت هتدي محلول ملح بمعدل هتعرفه دلوقتي، كويس كده، وتفضل مكمل فيه لحد ما البلاد جلوكوز يوصل الى 270 او 250. وانس ان احنا نقل عن ده هنبدا نشفت ونشيل محلول الملح ونحط جلوكوز. هتحط جلوكوز للعيان ديك ايه ده؟ احنا ما صدقنا. فخدت بالك ان الطب مش كده يعني، انت بتسال نفسك تقول ايه؟ وانا هدي احط له جلوكوز؟ احنا ما صدقنا انه البلاد جلوكوز بتاعه نزل من 600 ولا من 700 ولا من كذا لحد 250. هتحط بلاد جلوكوز عشان تفضل مستمر في استخدام الانسولين لحد ما تميتابولايز الكيتونز والاسيدوزس يريزولف. ان شاء الله تكون واخد بالك من الحكايه دي. فهتكمل ايه بقى؟ ب 5% جلوكوز. طيب الايتم احنا اتفقنا هتصلح فلويد ستيتس، وفي عندي يعني سجيشن كده من الجوينت بريتش دايبيتس سوسايتيز كالاتي، ان انت هتدي ايه؟ هتدي لتر في ساعه، وبعدين لتر على ساعتين، ولتر على ساعتين، لتر على 4 ساعات، لتر على 4 ساعات، وبعدين لتر على ال6 ساعات اللي بعدها. فهمت القصة؟ مرة تاني عشان احنا في مصر بنشتغل لتر في ساعة، لتر في ساعتين، لتر في 4 ساعات، لتر، لا، الجوينت بريتش دايابيتيك سوسايتيز قالت لتر في أول ساعة، وبعدين لتر في الساعتين اللي بعدهم، لتر في ساعتين، لتر في 4 ساعات، لتر في 4 ساعات، وبعدين لتر في 6 ساعات. ان شاء الله تكون واخد بالك. ساعة، ساعتين، ساعتين، أربعة، أربعة، وبعدين ستة، وبعدين في كلمة صغيرة أقول لك ويز بوتاسيوم، هجيب لك أنا حكاية البوتاسيوم دي دلوقتي. فأدي الأيتم الأول اللي هو الفلويد ريبليسمنت. الأيتم الثاني المهم جدا هو الأنسولين. أجين زي ما اتكلمنا في الفلويد، إيه نوع الفلويد؟ كمية قد إيه؟ على مدار قد إيه؟
هنا ايه نوع الانسولين؟ هندي رابيد اكتنج انسولين اللي هو نيوترال انسولين اللي هو عندنا اسمه اكت رابيد موجود في الماركت. هندي بقى الاكت رابيد ده بكميه قد ايه؟ هندي بجرعه 1/10 يونت لكل كي جي بير اور. مهم جدا الجرعه دي وبيجي فيها برضو سؤال. مهم جدا 1/10 يونت بير كي جي بير اور. 1/10 يعني واحد وزنه 70 ياخد 7، 80 ياخد 8. هيجي سؤال وهنشوف في اخر الليكشر الكلام ده ان شاء الله. 70 ياخد 7، 80 ياخد 8، 100 ياخد 10 بير اور. خلي بالك عشان كنا زمان بندي نفس الجرعه دي شوت وبعدين نشتغل انفيوجن، احنا هندي دلوقتي انسولين انفيوجن اللي هو عباره عن ايه مره ثانيه. اوكي هنجيب اكت رابيد، هنحط 50 وحده انسولين اكت رابيد. لو انت مهتم تعرف بتتعمل ازاي سهله، 50 وحده انسولين اكت رابيد ويتحطوا على 50 سم محلول ملح على انفيوجن بامب. كده بقى السنتي فيه واحده، ونقول للتمريض بقى امشي 7 سم في الساعه، 8 سم في الساعه، وهكذا. اوكي ده الفيكسد ريت انسولين انفيوجن غير السلايدنج سكيل بتاع ايه؟ بتاع زمان بتاع البولسز، لانه يفضل ان احنا ما نديش بولسز، خلاص اتلغى. يعني كنا نقول ايه؟ هندي 7 وحدات في الساعه وندي 7 الاول شوت، الشوتس دي انتهت خلاص. اوكي يا ريت بلاش. اجين بفكرك بقى مره ثانيه انه لو العيان ماشي على لونج اكتنج انسولين هتكمله، يعني هو بياخد لانتوس نوفو رابيد او لانتوس هابيدرا او زي ما نشوف الانواع، خلاص تمام اوكي. خلي اللانتوس، خلي التريسيبا، خلي التجو على حسب هو بياخد ايه نوع لونج اكتنج، وقف الشورت اكتنج انسولين. تمام كويس خالص. اخر جايد لاينز بتقول ان احنا هندي الفيكسد ريت انسولين انفيوجن مش سلايدنج سكيل زي ما كنا بنتكلم، وكنا بنقول ان احنا مش هندي بولوسز، وان احنا هنفضل ندي لحد ما نبدا نقول ان عيان كده بقى احسن. امتى نقول انه بقى احسن؟ بي اتش بقى اكتر من 7.3. ارجع للسؤال الاول، السؤال اول واحد خالص، بي اتش اكتر من 7.3 وكيتونز اقل من 3/10. بي اتش اكتر من 7.3 وكيتونز اقل من 3/10. لو انت في مستشفى مين اللي بتقيس الكيتونز او الاسئله بتاعتنا بتيجي كده بالملي مول. هنا هنبدا نكونفرت العيان مره ثانيه للسبكوتينيوس انسولين، وبعدين يقول لنا خلي بالك من البوتاسيوم. نخلي بالك من البوتاسيوم ازاي؟ قال لك لو العيان داخل بالبوتاسيوم في الاساس اكتر من 5/5 ما نديش بوتاسيوم. اقل من 3.5 ده المهم جدا، اقل من 3.5 فاكر يخش الاي سي يو وعايزين سينيور ريفيو، عايزين حد خبرته اكتر في الموضوع. اوكي طيب ما بين 3.5 و5 بندي 40 ملي ايكويفالنت بير لتر. 40 مللي ايكوفلنت بير لتر دي بتتعمل ازاي؟ انا عندي امبول البوتاسيوم، 1 امبول البوتاسيوم في 20 مللي ايكوفلنت، كويس كده؟ وبعدين اللتر ده ازازتين، فانا هحط امبول اللي هو 20 مللي ايكوفلنت على كل ازازه اللي هي 500 سي سي بس. وانت بتعمل كده في المستشفى حط امبول على كل ازازه ونتابع طبعا الاسام بشكل ايه؟ بشكل كل شويه، مهم جدا جدا جدا. طيب حلو خالص، كونتروفيرسي كبير بقى على البايكارب. تاني ما تنساش فلويدز وانسولين. اوكي تمام، باي كارب كونتروفيرشال، ولكن الحقيقه احنا مستقر بقى على حاجه، انك لما بتصلح فلويد، لما بتصلح اسيد بيز ستيت، كويس كده، العيان لما بيصلح فلويد، لما بيصلح هايبرجلايسيميا، لما بيصلح الكترولايز، لما بيصلح البريسيبتيتنج فاكتور، الاسيد بيز ستيت بتاعته بتتحسن، بيبدا الاسيدوزس يريزولف. فما فيش داعي انك تدي باي كارب عشان ما يبقاش في فوليوم اوفرلود، ما يبقاش في هايبرنيترينيا، وكمان ما يبقاش فيه ريسك اوف الكالوزيس. اوكي تمام، فبالتالي توقفنا عن الموضوع. لو انت هتختار انك تدي باي كارب، هتختار فيه انه يبقى فيه سيفير اسيدوزيس، ما عنديش اي ايفيدنس يسبورت انك تدي باي كارب لحد البي اتش بتاعه اكتر من 7. هندي باي كارب لو كان البي اتش اقل من 6.9، او الحقيقه ان براكتس لو العيان بري ارست. اوكي ففكك بقى من الباي كارب ده خالص، هندي لو العيان ان بري ارست زي ما كنا بنتكلم من شويه، نديكي ايه؟ هايبر كواجولابل ستيت، وفي احتماليه لفينس ثرومبو امبوليزم، العيان دي هايدريتد والعيان هايبر جلاسيميا وكمان مش بيتحرك، فبالتالي هنحتاج لو مولكيولر ويت هيبرين مع بي بي اي وانتي بايوتكس. ايه المشاكل اللي ممكن تحصل لعيان دي كي اي وايه العلاجات اللي ممكن نقدمها لها؟ تعال الاول نشوف ايه المشاكل، فنرسم العيان بتاعنا اللي احنا هنستخدمه كتير جدا ده. كده ونشوف ونجيب من فوق خالص، ممكن البيشنت يبقى ديستربد، ما كانش ديستربد ويجي ديستربد وهو عندنا،
فكر على طول ان دخل في برين اديما بسبب الاياتروجينيك وانت بتصلح الكانولا اهي اوكي وادي اللاين وادي المحاليل اوكي اياتروجينيك اللي عملت ممكن تعمل هايبوكاليميا ممكن تعمل هايبوجلايسيميا ممكن تعمل سيريبرال اديما كاردياك اريزمياز اوكي اريزمياز ليه الاشهر الكترولايت امبالانس واحنا بنصلح خطا مننا على المعده جاستريك ستيزس اوكي لونجز اوردس كيدني اهي اكيوت كيدني انجري بسبب الماركت ديهايدريشن وعلى رجله دي في تي اللي ممكن ادي جلطه اهي تعمل ثرومبو امبوليزم حط في بالك الحاجات دي مهم جدا ثرومبو امبوليزم مره ثانيه سيربرال اديما ودخلنا في ايتروجينيك اللي انت عملتها الهايبوكاليميا بالهايبوجلايسيميا بكذا اوكي اوردس اريزمياس جاستريك ستيزس اكيوت كيدني انجري اند فينوس ثرومبو امبوليزم قصه سيربرال اديما دي لايبل فيها جدا 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 لقينا الناس الصغيرين children and young adults وعشان كده لو حد صغير يفضل ان هو يبقى resuscitated في الاي سي يو مع nurse ratio 1 to 1 محتاجين واحده تمريض او واحد تمريض لكل عيان عشان نراقب اي تغير في مستوى الوعي او ظهور اي focal neurological deficit اللي على طول suspect brain edema والحقيقه هم بيقولوا لنا انك تقدر تعالج brain edema على طول لو حصل الاتي العيان الوعي بتاعه اتغير بدأ التنفس بتاعه البريثنج باترن بيتغير زي ما بيحصل له بوز اوكي فاكر ابنيوستيك بريثنج او اوكلو موتور نيرف بولسز اوكي العين شيفتد اوت وداون ودايليتد او اي بيبيلري ابنورماليتي بيبيلري ان ايكوال او دايليتد مره ثانيه تغير في الوعي تغير في البريثنج باترن اوكلو موتور نيرف بولسي او بيبيلري ان ايكواليتي فكر على طول ان ده يطلع ايه بقى يبقى في سيربرال اديما اياتروجينيك مع عيان الدي كي بي كويس تمام تمام جدا خد بريك بقى 5 دقائق كريستالايز كل اللي فات ده في ذهنك وتعالى معايا في الجزء الباقي من الفيديو نشوف سريعا حكايتين كمان الحقيقه مهمين جدا بعدين نحل اسئله على كل الجزء ده